الخلافات التي تلاحق الأزمة الليبية ليست فقط على الصعيد السياسي والعسكري، بل تطال مسارات عدة لعل من أبرزها الدستور. الأزمة الدستورية في ليبيا ليست رهينة الوضع القائم حالياً، بل تعود جذورها لأكثر من 50 عاماً. فالدولة الليبية عاشت ولا تزال تعيش بلا دستور، لتتجدد خلال الأيام الأخيرة دعوات للعودة إلى دستور الاستقلال المعروف بدستور 51. فما مدى واقعية ذلك؟ وهل هو أحد الحلول المطروحة كبديل لمسودة الدستور الصادرة عام 2017؟ ليبيا دولة من دون دستور، عنوان نطرح من خلاله تساؤلات في حوار الليلة من العقد السابع. طابت توقيتكم مشاهدينا بكل خير. حياكم الله مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من العقد السابع. سيصحبنا فيها ضيفي هنا من استديوهاتنا في بنغازي سياده المستشار والخبير القانوني وخبير في العلاقات والتحكيم الدولي. ارحب بك بدايه سياده المستشار محمود الجربوع. ابدا معك سياده المستشار، دائما من حيث اخر المستجدات التي تتوسط الساحه الليبيه، محاولات عده من عديد النواب الممثلين عن المنطقة الشرقية وتحديدا المسمى التاريخي برقة، وبعض النشطاء والحقوقيين بالعودة لدستور 51 الذي يمثل المملكة في حقبة الملك إدريس. هل تعتقد بأن هذا الدستور يجسد ربما حل الواقع الليبي الآن الذي نمر به؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة. الحقيقة الدستور 51 هذا هو الذي أسست عليه الدولة الليبية، وهي المملكة الليبية المتحدة، حينما كانت ثلاثة أقاليم وهي برقة وطرابلس الغرب وفزان. والأمير إدريس السنوسي عندما انتهت مرحلة الجهاد وقام بتوحيد الدولة الليبية شكل هيئة بتكليف منه هو شخصيا، وبها أعيان ومشايخ هذه المناطق وبعض المتخصصين في القانون في ذلك الوقت، وهم لجنة 60 يقال عنها، 20 شخصية من كل إقليم، بالاستعانة مع المبعوث الأممي أدريان بيلت في حينها الذي تم الاستعانة به في بعض النقاط القانونية وفي صياغة ذلك الدستور، وكان دستورا موفقا ذهب إلينا إلى عام 63 حينما تم تعديله بدل من المملكة الليبية المتحدة لتصبح دولة بسيطة. الحقيقة في تلك الحقبة كانت الأمور سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في بدايتها وفي طور النمو، وكان يعني كان جميع يقتاتون ويعيشون بأفضل عيش ما أمكن ذلك بإدارة وحكمة أبائنا وأجدادنا. الحقيقة بعد قيام ثورة 17 من فبراير هناك تيار ينادي بتفعيل هذا الدستور منذ بداية الثورة، منذ بزوغ الثورة، وأنا عصر قبل ذلك قبل حتى الصدام بين الأجسام السياسية، طبعا طبعا حتى قبل أن يتم تحرير ليبيا بالكامل، أيام أن تم تحرير إقليم برقة بالكامل. يعني أنا أذكر في شهر 4 و5 و6 تم تأسيس كيانات من سياسية من العام 2011، نعم نعم، في 2011 بعد الثورة مباشرة وقبل أن تنتهي يعني حكم النظام السابق، باشروا في 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 المناداة بالدولة الفيدرالية وخاصة بالعودة إلى الدستور سنة 51. فهذه ليس جديدة، لكن الحقيقة المناداة بها نظرا لأن أولا لعدة أسباب. أولا السبب الأول أن الشعب الليبي يفتقر إلى الوعي الدستوري أصلا، حتى نحن وندعي أننا نحن مثقفين في القانون ندرس الدستور كمادة أو نتناول جوانبه ونظريا،
ولكن عمليا كنا نعيش في دولة أو الحقبة الماضية 42 سنة لم يكن فيها دستور. حتى رجل الشارع البسيط عندما يسأل قد لا يعرف ما تعنيه كلمة الدستور. وأنا دائما أقول أن الدستور هو ليس مجرد نصوص قانونية تطبع في كتب وتوضع في أدراج المكتبات. الدستور هو القانون الأسمى، هو القانون الأعلى للدولة. إذا كنا نحن في ليبيا أصلا لا نحترم حتى قوانين المرور مع الأسف في الوقت الحالي، لم تفرض هيبتها وضبطيتها بعد، فكيف لنا أن نحترم الدستور؟ والدستور أو الإعلان الدستوري الحالي، ولكن الجميع يريده كمرجعية للخروج من هذا النفق المظلم. نعم سنأتي إلى هذه النقطة. الحقيقة كانت العديد في ذلك الوقت، والآن أخيرا نشاهد اجتماع بعض أعضاء مجلس النواب والذين يمثلون أقليم برقة عن مجلسي النواب والدولة، اجتمعوا في البيضاء للمناداة أو العودة إلى الدستور سنة 51، الدستور الاتحادي. أنا أقول أن ربما محاولة لجوئهم إلى هذا الدستور أو تفعيل هذا الدستور أو العودة إلى هذا الدستور هي فقط في تحقيق الدولة الفيدرالية أو الدولة الاتحادية، لعل كلمة فيدرالية يتحسس منها البعض، الدولة الاتحادية التي تكون فيها سلطات محلية في الأقاليم الثلاثية، في الأقاليم الثلاثة أكثر صلاحيات واستقلالية ذاتية داخلية، حتى يتمكن كل إقليم من التمتع في مقابل المركزية. نعم نعم، ذلك كله كرها في هذه المركزية ومعناه الشعب من المركزية. لذلك هم لم يلجأوا إليه كأنه فحوى هذا الدستور لسنة 51، لأن عندما يعني لم أشاهد شخص يقول أنا أريد أن أركب القطار ولكن لا أريد السكة التي يسير عليها. يعني أنت تريد الدستور 51 ولا تريد الملكية؟ معظم مواد هذا الدستور تتعلق مباشرة بالملك وبالحكم الملكي. طبعا الليبيين في سنة 51 تم اختيار هذا الدستور وتم وفق لنظام الحكم آنذاك، نعم تم تنصيب الملك نظرا للثقة والعقيدة التي كان يكنها المواطنون الليبيون في جميع أرجاء الوطن، ليس في برقة فقط. صحيح أنه انبثق من برقة، ولكن المواطنون الليبيون كانوا يعني لديهم ثقة في هذه العائلة التي دفعت ثمن الجهاد والتي قامت بتوعية إقليم برقة بالكامل من حيث نشر الدين الإسلامي على أسس صحيحة. نعم. وليس في إقليم برقة فقط بل في أفريقيا بالكامل، والعائلة التي كانت يعني تعتبر مثالية بالنسبة لهم يعني بعيدة عن الوساطة وبعيدة عن الفساد، لذلك كانوا يثقون في هذه. لكن من ينادون الآن؟ ينادون بالدستور 51 بدون الملكية. أنا لا أعرف كيف يتم الفصل أو كيف يتم تحوير هذا الدستور، يحتاج إلى مدة طويلة جدا ويحتاج إلى خبراء. طيب الدستور إذا ما فرضنا اعتماد دستور اتحادي للدولة الليبية الآن في وضع شائك الآن، كيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع بين يعني حكومتين وأيضا برلمان وجهاز آخر استشاري يدعي الشرعية هناك في طرابلس والأجسام السياسية والسيادية المنقسمة؟ هذا السؤال جيد الحقيقة. ليش؟ لأن الأجسام السياسية الآن التي تريد أن تصنع لنا دستور وتصنع لنا انتخابات هي في حد ذاتها منقسمة. مجلس النواب منقسم ومجلس الدولة منقسم والسلطات التنفيذية منقسمة، مصرف المركزي منقسم، الهيئات الرقابية والديوان المحاسبة منقسمة. لذلك أنا أرى أن يتم توحيد السلطات بالذات السلطة التشريعية، ولا يتم ذلك إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومباشرة لمجلس النواب أولا ومن ثم الانتخابات الرئاسية. كثيرون ينادون لماذا لا تكون متزامنة؟ نحن نتمنى أن تكون متزامنة، ولكن إذا تعثرت الانتخابات الرئاسية هل نلغي الانتخابات البرلمانية؟ هذا فيه شيء من الظلم، هذا فيه شيء كثير من الظلم. في 24 ديسمبر الماضي تأمل الليبيون الذهاب إلى الانتخابات، ولكن تعثرت انتخابات بسبب الخلاف على الشخصيات أو النصوص الدستورية فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، ولكن فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب لم تكن هناك أي ثغرات أو عراقيل. فالحقيقة المفروض أنه إذا عطلت الانتخابات الرئاسية لا يجب أن يكون ذلك سببا في تأخير الانتخابات البرلمانية. إذا ما هي الأسباب التي حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي حتى على المستوى البرلماني؟ هو ربط طبعا القانون رقم 1 لسنة 21 والقانون رقم 2 لسنة 21. حقيقة هذين القانونين الصادرين عن مجلس النواب ربط الانتخابات الرئاسية بالانتخابات أو الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية. الحقيقة أنا لم أشاهد، يعني رجعت كثير من الدساتير وقوانين الانتخابات في العديد من الدول الإقليمية والدولية، لم أشاهد الربط بين
قانوني الانتخابات، ولكن الإخوة في مجلس النواب سامحهم الله ربطوا بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بمعنى لا يتم انتخاب البرلمان إلا بعد أن يتم انتخاب الرئيس. يعني في المرحلة الثانية من انتخاب الرئيس يتم انتخاب البرلمان. ألا تتفق مع الحجة آنذاك بأن انتخاب برلمان جديد ربما يتيح الفرصة لجماعات متأسلمة وحتى بعمليات الرشاوة التي تحدث بالوصول إلى عدد كراسي كبير، ويتم إصدار قانون انتخاب الرئيس من البرلمان لا من الشعب، أليس هذا تخوف؟ هو الحقيقة هذا ما يدعي به البعض في حقيقة الحال، ولكن نحن أمام شعب واعي ويعرف من يختار في حقيقة الحال. المجلس النواب السابق الذي تم اختياره في 2014 هو كان بعيد، يعني كانت فيه قلة من الإسلام السياسي لا تتجاوز أصابع اليدين، أو ممكن أكثر شيء 20 شخصية، ولكن الفشل نفسه مع الأسف في مجلس النواب برمته كاملا لم يستطيع أن يوحد نفسه ويوحد كلمته. هذه حجة واهية في حقيقة الحال، وسوف لن يكون لهم ذلك الصوت الكبير. إذا كنا ننتظر هذه حتى يتم القضاء على الإسلام السياسي أو على من يتواجهون هذا النظام، فمعنى ذلك أن نحتاج إلى 10 أو 20 أو 30 سنة أو ننسى عملية الانتخابات بالكامل. في حقيقة الحال يعني ربط الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية هذه حجة أنا لا أتفق معها تماما، وأنا أعترض عليها اعتراض من قبل أن ندخل في الانتخابات. أعتقد من أول ما صدرت هذه القوانين أنا شخصيا والعديد من النشطاء والمفكرين ورجال القانون اعترضوا على ربط الانتخابات الرئاسية بالانتخابات البرلمانية، ولم أجد أي مبرر أو رد من الأخوة الزملاء في هناك العديد النواب. من ربطوا هذه النقطة بأنها إسقاط لمجلس النواب من دون الأجسام السياسية المتواجدة في المشهد السياسي الليبي، يعني يسقط مجلس النواب بانتخابات جديدة، يبقى الأعلى للدولة، تبقى الحكومة المركزية، ويبقى المجلس الرئاسي. لا هو ليس هذا القصد، هي تسقط جميع الأجسام. الحقيقة جميع الأجسام ليست لها شرعية، جميع الأجسام الموجودة حاليا ليست لها شرعية بصراحة، هذا الواقع يعني. ولكن هي يعني أجسام الأمر الواقع بالنسبة للمواطن الليبي، هي أجسام أمر الواقع، جميع الأجسام التنفيذية والتشريعية، ربما حتى جزء من القضائية. لكن شنو عندما نريد أن نبدأ في توحيد هذه السلطات، من أين نبدأ؟ نبدأ من السلطة التشريعية التي هي البرلمان، التي ممكن عندما نختار برلمان موحد تكون له كلمة واحدة سيوحد جميع الأجسام التي له صلاحية توحيدها ومنحها الثقة وسحب الثقة منها. طيب. لأن الآن أكثر ضرر على المواطن الليبي أن مجلس النواب غير متحد. أولا أكثر من 10 ولا 15 عضو في مجلس النواب كلفوا سفراء وفي وظائف أخرى ووزراء وغيرها، والبعض منهم توفاه الله، والبعض استقال، والبعض مقاطع لا نعرفه. أنا يعني في بعض الأحيان يذكر اسم نائب والله لم أسمع عنه في السابق، ولكن تجده نائب وتقاضى في مرتب ولديه صوت إذا كان فيه هناك تصويت، ما يحضروش يعني لا يحضرون حتى في جلسات مجلس النواب. يعني لا يوجد مجلس نواب حقيقي، لا يوجد مجلس نواب حقيقي، هو السيد المستشار عقيلة صالح وبعض النواب المخلصين والمواطنين، يعني اللي عندهم نوع من المواطنة ويحاولوا الحفاظ، ولكن لا يمكن أن نستمر بجسم يعني في 20 أو 30 نائب إلى متى. لذلك هي الرغبة في انتخاب مجلس نواب جديد فيه شخصيات جديدة لا توجد بينها لا حسيات ولا غيرها، وجميع التوجهات من حقها تدخل فيها في الانتخابات. طيب. إذا كان يعني حلف الحظ ونجحت وعندها شعبية. تعدد المسارات في المشهد السياسي الليبي والحوارات بين أطراف النزاع كما يسميها المجتمع الدولي على الخط السياسي والعسكري وأيضا الاقتصادي، لكن هناك خط جديد فتح وهو خط الدستوري بين مجلس النواب والأعلى للدولة. لماذا اصطدم هذا الحوار بفشل جديد بعد تشاور بينهما في القاهرة وقبلها في الغردقة؟ هل لهذه الدرجة يعني الدستور يعتبر حجر عثرة في المشهد السياسي الحالي؟ هو ليس حجر عثرة في حد ذاته، ولكن جعل منه أن يكون حجر عثرة بصراحة. هذين الجسمين مجلس النواب ومجلس الدولة يرغبان في الاستمرار في المشهد السياسي، وهذه بصريح العبارة، ونحن نعلم جميعا أن لديهم الرغبة بالاستمرار والاستمرار بالتمتع بهذه المزايا في حقيقة الحال. ولكن في الواقع القانوني أن مجلس النواب ومجلس الدولة ليس مخولان بإصدار دستور. ممكن إصدار قاعدة دستورية وهي يعني إعلان دستوري مؤقت يسير الأمور إلى حين وصول إلى دستور يستفتى عليه الشعب. لكن تدخل مجلس النواب ومجلس الدولة ومحاولة
يعني تخدير الشعب بأنهم يرغبون في الوصول إلى دستور، أولا من الناحية الدستورية لا يحق لهم ذلك، ثانيا من الناحية الواقعية سوف لن يتوصلوا إلى حل. والسبب معروف، أن كل يغني على ليلى. الدستور عادة عندما يراد صياغة الدستور يتفق على أن تكون هناك مبادئ وقواعد عامة لصياغة الدستور. يعني من غير المعقول أن أنا يعني نحاول صياغة الدستور وأفسره على مقاسي أنا وعلى الشخص الذي أرغب أنا أن يكون رئيسا لهذه الدولة أو نائبا فيها. فهمت معي؟ نعم. لا يمكن أنا أكون مجرد من هذه جميعها وأنا أشاهد وأراجع القوانين والدساتير المماثلة كيف يتم صياغة دستور طبقا لقواعد وأسس عامة مجردة بدون التأثير، بدون أن تكون لي الرغبة في أن يتولى سيادة هذا إدخال توجهات في بدون أن تكون هناك توجهات. من الأحق الآن بإصدار الدستور، خصوصا هناك يعني أجسام متعددة مختصة بالدستور، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب الآن كذلك يبحث في إقرار قاعدة دستورية، من الأحق بإصدار هذا الدستور؟ سبق وأن حدثتك بأن جميع الأجسام الموجودة حاليا انتهت انتهت صلاحيتها وانتهت المدة، ولكنها ملزمة المحددة لتعبير الطريق نحو مرحلة، هي أمر واقع، هي بما فيها هي صياغة مشروع الدستور. هي صياغة مشروع الدستور مدتها 4 شهور فقط الآن، يعني من 2014 لها حوالي 8 سنوات. لم أشاهد في حياتي قط هيئة صياغة الدستور تستمر لمدة 8 سنوات في حياتي، وسوف لن أشاهد ولا أريد أن أشاهد الحقيقة. يعني أنا كان لي شرف أني كنت في لجنة فبراير اللي قامت بإعداد القاعدة الدستورية، خارطة فبراير أنا ذاك 2014 العام 2014 كنا 15 شخص، 10 من خارج المؤتمر الوطني العام و5 من داخل المؤتمر، والعشرة من خارج المؤتمر كانوا من الأقاليم الثلاثة ويعني يمثلوا توجهات بما فيها الإسلام السياسي، كانوا معنا الحقيقة، وخرجنا بقاعدة دستورية تم عليها انتخاب مجلس النواب اللي هو قابع إلى يومنا هذا. يعني قصدي أنا ما يخيلوناش ان الدستور راهو حاجه صعبه او القاعده الدستوريه فيها حاجه خلاف كبير، هو الخلاف من اجل الاستمرار في البقاء بين هذين الجسمين. هم بدوا في الحوار من اول ما تم انتخاب مجلس النواب وباشر اعماله يوم 4/8/2014، توكل على الله بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام او اعضاء اللي نجحوا حتى في مجلس النواب ولم يكن لزملائهم الحظ في 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 النجاح، قاموا بالطعن امام المحكمه الدستوريه، والله اعلم شنو كانت المعطيات امام المحكمه الدستوريه، وحكم ذلك الحكم الذي ما زلنا نعاني في مخلفاته الى يومنا هذا. من ذلك الوقت من بدايه 2015 بدا الحوار، ونحن كل حوار ياخذنا الى الحوار الاخر، والحوارات بين من مجلس الدوله ومجلس النواب. انا اعتقد وارى واقترح، وهذا ليس مقترحي انا فقط، يعني هذا كان توجه حتى سياده المستشار عقيله صالح في 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 ما كان يتعلق بلجنة إعداد القاعدة الدستورية التي اجتمعت القاهرة 4 أو 5 أشهر وهي كل شهر تؤجل إلى الشهر الآخر، وقيل لنا أنها تواصلت إلى 80% من الدستور، نعلم هناك بعض النقاط 80% الخلافية، ولكن النقاط الخلافية لم يتطرق، المفروض دخلوا إلى النقاط الخلافية مباشرة، لم يصلوا إلى حل. والسيد المستشار عقيلة صالح آنذاك قال إذا لم تتوصل، أو هذه فيها حتى نص قانوني، إذا لم تتوصل هذه الأجسام يتم اختيار من الخارج، من خارج هذين الجسمين، وأعتقد هذه هي التي ستنجزه في مدة لا تتجاوز شهر. بطبيعة الحال اللجنة ستكون متجردة يعني من 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 مهامها طبعا القائمة طبعا، كما هو حال مجلس النواب والأعلى للدولة. طبعا هي من خارج مجلس النواب والدولة، تكون من الأكاديميين وكليات القانون مختصين. من المستشارين والمختصين في هذا المجال، حتى ولو تمت الاستعانة من خارج الوطن، يعني من الدول العربية، مع أن نحن لدينا خبراء في القانون نعتز ونفخر طيب بأنهم يعني من الكثير من مؤيدين الدستور الاتحادي أو النظام الفيدرالي في ليبيا، ولكن يقولون بأن هذا الدستور هو حق أريد به باطل من قبل بعض القائمين الآن في المشهد السياسي الليبي، هل حقا يمكن استغلاله لأغراض شخصية ضيقة؟ هو الحقيقة يعني في الوضع الراهن، لماذا المناداة بالدستور 51 الآن 2022 وسيادة أعضاء مجلس النواب اللي هم 8 سنوات أعضاء في هذا المجلس لم ينادوا به يوما، رغم أن حتى داخل هيئة صياغة مشروع الدستور هناك تيار كبير نادى به، وأنا أذكر منهم الدكتور مصطفى دلاف زميلنا وصديقنا ومعه ثلة من زملائه في هيئة صياغة الدستور، ولكن لم تحظى هذه المطالبة في ذلك الوقت، حتى أعضاء مجلس النواب الذين الآن ينادون واجتمعوا في البيضة لم يتطرقوا إليه من قريب أو من بعيد. توجه عام هو في الوتن وأنا أحدهم، نتوجه نعتقد أنه هو الحل
أن تكون نظام الدولة حكم اتحادي، هي دولة واحدة البعض يشكك فيها، ولكنها دولة واحدة وعملة واحدة وعالم ونشيد وعملة، ويعني لا توجد حدود، ولكن الإدارة الداخلية المحلية لهذه الأقاليم أو لهذه المحافظات تكون إدارة حرة مطلقة، وفيها يعني مجلس هيئة تنفيذية منتخبة وهيئة تشريعية داخلية، ولو اللي يتنافسون المتنافسون، بالعكس هذه هي اللي تبني الدول حاليا، هي اللي تبني بالذات عندنا في ليبيا، هذه ما تبني الدول، هذه قد تبني ليبيا بهذه الطريقة. أما هذه الطرق أن شخص يختار يعني أسلوب المحاصصة، هذا لا يعني الفيدرالية. أنا أحيانا تنتخب لي شخص جبلية من الزاوية، ولا جبلية من براك الشاطي، قد يخدم مصلحتي في برقة أو في بنغازي أفضل من غيره، لكن تضع شخص قريبي أو من إقليمي أو من مدينتي ويتقلد نصيبه هناك ما تصلش إليه، يمنع عليك حتى الدخول. يا أخي هناك وزراء، أنا أعمل في وزارة منعت من الدخول على الوزير، منعت من الدخول على الوزير، طلبت مقابلة الوكيل، منعت من الدخول حتى على الوكيل. البيروقراطية والمعاملة يعني لا يعلمون حتى معاناة السفر من مدينة إلى مدينة، يعني لا يحسون بها. لذلك لإتمام إجراءات إدارية حكومية فقط، لا حل مثالي في ليبيا إلا من خلال الانتخابات ودولة اتحادية أو اللامركزية المطلقة، وهي نفس الدولة الاتحادية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة المستشار محمود الجربوع. فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نستكمل ما تبقى من حلقة الليلة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أعود إلى ضيفي هنا في استوديوهاتنا من بنغازي سيادة المستشار محمود الجربوع، المستشار والخبير القانوني والخبير أيضا في العلاقات والتحكيم الدولي. تحدثنا كثيرا عن مسودة الدستور وأيضا مشروع الدستور والعودة للدستور 51، أيهما الأفضل في هذه المرحلة الحساسة؟ هل هي المسودة أم القاعدة التي ربما يعد لها مجلس النواب، أم إنشاء دستور للاستفتاء للشعب للخروج من هذه المرحلة الضيقة؟ هو الحقيقة الأمثل أن يكون هناك دستور يستفتى عليه ويكون نافذا، ولكني أعلم جيدا علم اليقين أنه سوف لن يكون هناك دستور يحترم. الدستور هو عبارة سوف لن يحترم الدستور، يعني الإخلال بالدستور. نحن الإعلان الدستوري ما هو إلا دستور مؤقت، الإعلان الدستوري الذي ينص على شروط معينة لم يلتزم بها لا مجلس الدولة ولا مجلس النواب ولا الحكومات. على سبيل المثال حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، دستوريا مجلس النواب هو من يكلف الحكومة، كلف حكومة ثانية وهي حكومة بشاغة، لم يسلم، ليس هناك رادع له وليس هناك محكمة مفعلة تصدر أحكاما، وحتى لو صدرت أحكاما لا يوجد قوة أو رادع من ينفذ هذه الأحكام. حتى بعيدا عن الدستور، مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي مكلف بأن يمنح الثقة لهذه الحكومة وأن ينزع منها الشرعية. تمام، بعيدا عن الدستور، يعني ليس في مجال يعني الدستور، ولكن هذه كلها أسست على الدستور أصلا. أصلا أسست على الإعلان الدستوري، يعني حتى رغم أن مجلس النواب منتهي الصلاحية، حتى الاتفاق ضمن للإعلان الدستوري، حتى الاتفاق السياسي يعني ضمن للإعلان الدستوري، يعني يعتبر جزءا من الإعلان الدستوري. لذلك أنا أقول لك يعني إذا كانت السلطات التنفيذية والتشريعية لا تحترم الدستور، فإن الآن الحقيقة الحل الأمثل أراه أنا شخصيا يعني والكثير من الخبراء والمتخصصين في القانون والسياسة يرون أن الآن الذهاب إلى قاعدة دستورية يتم بها انتخاب مجلس نواب ورئيس للدولة، لكن مجلس نواب تسبق الرئيس بطبيعة الحال، لأنها لا توجد عراقيل في انتخاب مجلس النواب. يعني ربما نصل إلى جسم موحد يعني يمنحنا بعض الحياة، يحل بعض هالمشاكل المتراكمة التي لم تحل. عندما يعني تذهب إلى السلطات التشريعية يقول لك لا والله إحنا أصدرنا قرار بإعفاء مثلا محافظ المصرف المركزي من 5 أو 6 سنوات، أصدرنا قرار ولكن لم ينفذ، باي شنو الحل؟ ما هو الحل؟ إذا أنت أصدرت قرار بإعفاء محافظ المصرف المركزي
ولم ينفذ، ما هو الحل؟ ماذا بعد؟ طيب إذا ما حسنت النوايا تجاه مجلس النواب والأعلى للدولة وكافة الأجسام السياسية التي تتصدر المشهد بأنها هي من تعرقل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي أو إنشاء قاعدة دستورية للذهاب نحو الانتخابات، ألا تعتقد بأن الحل يأتي من الخارج وفق للداعمين الدوليين واللاعبين الدوليين في المنطقة؟ والله شوف، أنا دائما أكرر لا يمكن أن يتدخل الخارج أو القوى الخارجية سواء إقليمية أو دولية، لا يمكن أن تتدخل إلا إذا كانت السلطات المحلية ضعيفة، وهذه واحدة من الأسباب مع احترامنا، يعني حتى مجلس النواب ضعيف عاجز عن تطبيق قراراته، وضعف مجلس النواب والسلطات التنفيذية بالتالي هذا ما سمح بتدخل القوى الأجنبية، يعني حكومة الوحدة الوطنية الآن، هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات، مذكرة التفاهم هي عبارة عن اتفاق بين دولتين، يعني العنوان ليس بالضرورة أن يكون اتفاقية أو مذكرة تفاهم، ولكنها اتفاقية. الحل الوحيد اللي ممكن ينقذنا منها أنه ما يصدقش عليه مجلس النواب، وأنا أطلب من مجلس النواب أن يحتج أمام الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة، طالب بذلك المستشار عقل الصالح بخطاب بتجميد هذه الاتفاقية من الناحيتين، من ناحية أن الحكومة منتهية الولاية، ومن ناحية ثانية أنه لا يجوز تفعيل أي اتفاقية إلا بعد المصادقة عليه من مجلس النواب، وهم بأنفسهم الأتراك. الحقيقة كان هناك احتجاج دولي قبل الموضوع، حتى احتجاج هناك محلي احتجاج من الاتحاد الأوروبي بالذات، يعني لمصالحهم، يعني لمصالحهم الشخصية. طيب بعيدا عن هذه المناكفات السياسية بين الداخل والخارج، يعني والتدخل الدولي داخل ليبيا، الآن انسداد سياسي قائم بين هذه الأجسام الآن في هذه المرحلة الحساسة، وخرج هذا الصوت المطالب بدستور 51، لا صوت يعلو فوق هذا الصوت حاليا في هذه المرحلة، هل تعتقد بأنه سيمر حتى في منطقة جغرافية ضيقة وليس على مستوى ليبيا فقط؟ والله في حقيقة الحال، يعني زي ما تقول، أنا أتمنى لو نرجع إلى الدستور 51 كاملا، يراجع حتى الملكية، يعني حتى الملك الأمير اللي موجود هو السيد محمد يرجوه، أنا ما نكرهاش هذه، بالعكس يستقر بها الوطن، وهم يعني أسرة غير متكالبة على السلطة وغير مهووسة بالحكم وبالسلطة، لكن اللي نعرف أنا أن هذه ما هي إلا ذر رماد في العيون ومماطلة وكسبا للوقت، لأن أنا أؤكد لحضرتك وللسيد المشاهد الكريم أنه سوف لن يصلوا إلى اتفاق حول دستور 51، اولا اما ان تاتي به باكج كامل او ان تحوره، التحوير يحتاج من 4 إلى 6 شهور الى عام ممكن حتى ليتفاهموا، لان نقاط الخلاف ستظل هي نقاط الخلاف، ربما نذهب لدستور اخر افضل جديد، دستور اخر ولكن نضع له الاسس، نقول ان نحن نريد اعلان دستوري او دستور فيه حدود، ان دوله تكون اتحاديه او الا مركزيه او فيها سلطات محليه، هكذا تكون، نعطي الاساسيات ثم نتركها للجهة المختصة بصياغة هذا الدستور أو الإعلان الدستوري. طيب بالحديث حول الحق القانوني، ما لديه الصلاحية في التعديل أو تضمين بعض المواد في الإعلان الدستوري، وهل البرلمان جهة تشريعية وتأسيسية ويحق له تعديل الدساتير؟ هو كما ذكرت سالفا بالنسبة للدستور كدستور كامل لا يحق له صياغة الدستور، هذه هيئة منتخبة وطبقا للإعلان الدستوري، ولكن تعديل الإعلان الدستوري هذا من اختصاص مجلس النواب، تعديل الإعلان الدستوري، وهذه أقصر الطرق، وأنا رجوت وأرجوهم أن يلجأوا إليها، تعديل الإعلان الدستوري وهو الذي يضع القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، تعديل الإعلان الدستوري، أما كون هناك دستور ثابت متوافق عليه من الصعب في المرحلة الحالية، نحن دولة مفككة الآن وليست لنا سيادة كاملة، يعني تحت البند 7 من الأمم المتحدة سيادتنا ليست كاملة ودولة مفككة وكل حاجة عندنا منها 2 زي ما ذكرت لحضرتك والسادة المشاهدين، المصرف المركزي، الحكومات 2، الجيش أنا وغادي، وكذلك الجهة الاستشارية التي تدعي بأنها تشريعية أيضا طبعا مجلس الدولة نفسه منقسم على نفسه، حتى مجلس الدولة رضينا به ولكنه منقسم على نفسه، مجلس النواب منقسم نفس الشيء، لا توجد هناك يعني وحدة سياسية واحدة موحدة، لا توجد السلطات التنفيذية والتشريعية وكذلك الرقابية والقوات المسلحة والمصرف المركزي. طيب وفقا للقانون الدولي الآن البعثة الأممية هي من تقود كافة الحوارات وهي ما تنبثق منها كافة الأجسام التي تقود المراحل المؤقتة في ليبيا، لماذا لم تلجأ إلى مسودة الدستور وتشرف عليها بشكل مباشر؟ والله هذا ما نأمله، لكن الأمم المتحدة أنت تعرف يعني لديها مشاكل أخرى في هذه الحقبة بالذات أهم من ليبيا،
أهم وأكبر من ليبيا. هذه بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، إذا كان نحن مش حريصين على مصلحتنا، يعني المجتمع الدولي بيكون أكثر حرصا منا نحن، وهم عبارة عن بشر عاديين يعني معرضين حتى للإفساد الذمم يعني لإيصال معلومات غالط مغلوطة لذاتهم، ربما يكون ذلك. ونحن نحاول من خلال منظمات المجتمع المدني، سنجتمع بالسيد عبد الله بتيلي المندوب الجديد، ربما نستطيع أن نوصل له بعض الشيء، لأن على الأقل أفريقي يعرف ماذا يعانيه الأفارقة. هل تعملون خير من هذا المبعوث الجديد نظير؟ نحن كل مبعوث الحمد لله يعني هذا رقم 8 تقريبا، كل مبعوث نعمل فيه خير، وإن شاء الله يعني هذا الأخير هذا يكون، نسأل الله أن يوفقه وأن يهديه إلى الصواب وأن يقف مع الشعب. هو تصريحاته إلى الآن إلى اليوم تصريحات أنه سيدعم الانتخابات وتوحيد السلطات وتوحيد الجيش وغيرها، إذا 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 كان جادا في ذلك فإن الأمم المتحدة يعني ما زالت تملك القرار على إنهاء هذه المشاكل في ليبيا. أنتم كمستشارين وقانونيين وعديد الباحثين أيضا في القانون الدولي والمحلي، ما الحاجز الذي يقف بينكم وبين إيصال صوتكم لقيادة المرحلة أو هذه الحساسة، إنشاء قاعدة دستورية أو الذهاب إلى دستور للذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي؟ لماذا الأجسام التي تتصدر المشهد هي من تكلف بذلك دائما في الحوارات؟ والله نحن ما عندناش إلا عبر منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، ونحن لا نقصر ونطالب دائما نطالب من السلطة التشريعية التي يعني إلى الآن نعتبرها. هل لديكم جسم غير حكومي أنتم يعني؟ والله أنا شخصيا أنتمي إلى عدة منظمات مجتمع مدني، آخرها منظمة المواطنة للدعم والتوعية، وهي تسعى إلى توعية المواطن وتحريضه على يعني اكتساب حقوقه بالإضافة إلى أداء واجباته، وأن حقه أول حق له سياسيا حقه في الانتخاب. يعني نحن سلبنا حتى بنغازي، سلبنا حتى محليا في البلدية، سلبنا هذا الحق مع الأسف. يعني حقنا في كأننا نتمتع بسلطة منتخبة والتداول السلمي على السلطة، نحن فقدنا هذه يعني الأساسيات. فهذه المنظمة يعني تدعو لوعي المواطن وممارسته لحقوقه، يعني أصبح المواطن في وطنه كأنه غريب، وهذه أسوأ حاجة بصراحة. لذلك ما نعد المواطنين جميعا، لأن الوطن للجميع، ليس لأحد دون راح حكرا لا أحد. السياسيون ربما أشياء كثيرة لا يعلمون عنها. طيب الآن مجلس النواب ربما في معترك سياسي كبير جدا، انقسام يسمى داخلي بعدد من النواب الممثلين عن الشارع البرقاوي، الآن اجتمعوا مع النواب من الأعلى للدولة يمثلون أيضا ذات الإقليم، وربما حاولوا التوصل إلى عدة نقاط متقاربة فيما بينهم حول دستور 51. هل يمكن القول أن مجلس النواب الآن بدأ يتفكك داخليا ولم يعد يتماشى مع الوضع القائم في ليبيا ويقود المرحلة التي انطلقت بالتشاور بينه وبين الأعلى للدولة؟ والله أخشى ذلك فتحال، أنا أخشى ذلك، ولكن أنا نعمل أن لأنه انقسام خطير. نعم ولكن نعمل من هذه النواة ما يسمونه يعني نواب برقة وأعضاء مجلس الدولة عن برقة، هم ليس كلهم، ليس جميعهم، يعني مش نواب برقة كلهم 15 نائب وكيها هم اللي يتبنوا الفكرة هذه. أنا أتمنى من نواب برقة أن يجتمعوا بنواب طرابلس ونواب فزان ويشكلوا تكتل واحد يطالب بذلك، لكن لا يكون التوجه من جغرافيا واحدة فقط. لا، ولكن إلى الآن هو التوجه جغرافي البرقاوي. التوجه البرقاوي من مدة معروف أنه توجه اتحادي، يعني نظرا لأنه يعني يتجنب في المركزية أو عانى من المركزية. إحدى أسباب ثورة 17 فبراير المركزية، إحدى الأسباب الرئيسية هي المركزية، ومع الأسف بعد ثورة فبراير زادت سوءا المركزية، زادت يعني مركزية عنيفة الآن نقدر نقول، يعني عملية يعني أصبحت لا تطاق أكثر مما كان عليه النظام السابق. لذلك أنا نعمل أن تكون هذه هي نواة تأسيس يعني ناس وطنيين من الأقاليم الثلاثة، سواء بالعودة إلى الدستور 51 أو العودة إلى قاعدة دستورية تكون أحكامها يعني تسترشد بالدستور 51. يعني ربما يكون صياغة بهذا الشكل، لكن دستور 51 بالكامل أنا أعرف أنهم لا يريدون الملكية، الملكية في جميع المواد الدستور تقريبا. طيب بدون العودة إلى كليهما لا يحتاج إلى استفتاء أو وجهة نظر الشعب في أنا 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 أتحدث عن أنا أتحدث عن قاعدة دستورية وليس دستور. الدستور أرى أنه لا يجوز الخوض فيه، ولا أرى أن يخوضوا فيه الآن، لأن رغم أن هناك سيزيد الوطن انقساما مختصة بهذا الشأن. يعني الهيئة انتهت مدتها حتى هي، لكن يعني يتركوا الدستور جانبا الآن بصراحة.
لأن الدستور لو تم الاستفتاء عليه سواء تمت الموافقة أو تم رفضه سيزيد البلاد انقساما، ونحن يكفينا ما نعانيه الآن من الانقسام. طيب، ما هي أبرز نقاط الخلاف بين الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاعدة الدستورية؟ والله هي فيما يتعلق بانتخاب الرئيس. هناك من يوافق على أن يكون الرئيس لديه جنسية أخرى، وهناك من لا يوافق، وهناك من يوافق على أن يكون يعني من القوات المسلحة، وهناك من يعترض على ذلك. هي هذه النقاط الخلاف، وهناك من يعترض على يعني رموز النظام السابق، وهناك من يدعمها ويوافق عليها. هذه النقاط الخلاف سوف لن تصل إلى حل الآن. هذه تريد مرحلة بعيدة بعد مرحلة المصالحة الوطنية والاستقرار التي لم يبث فيها المجلس الرئاسي، اللي كل يوم قاعد يكلم في سفير وفي مدير شركة وخلاص. يعني المصالحة، والمصالحة الوطنية، أعطيني معلش دقيقة فيما يتعلق المصالحة الوطنية، ليست مجرد كلام في الهواء وإني أنا نجي نسامحك وأنت تسامحني. لا بد من ميثاق وطني عام، ميثاق وطني ليبي يبنى على أسس. الأسس وهي كالتالي أساسين: أولا التعهد بعدم استيفاء الحق بالذات، يعني أنا ما نخدش حقي، واحد قتل خويا ولا جاري ولا أني نجي نكتب. التعهد بعدم استيفاء الحق بالذات. الحاجة الثانية المقابل لها التعهد أو الالتزام بعدم الهروب من المحاكم، يعني نخضع جميعا للقضاء، والقضاء يقول كلمة. اتخذ فيها خطوة للأمام بإصدار لقانون العفو العام، قانون العفو العام، قانون العفو العام شيء ثاني يتعلق، لكن نحن نتحدث عن المصالحة الوطنية بعد الأحداث اللي بعد 2011، الأحداث اللي في 2014 و2015. هذه هجروا كثيرون من بنغازي إلى خارجها، ومن طرابلس ومن نور سفانة إلى خارجها، ومن مرزق ومن براك الشاطي ومن كل المدن الليبية ما شاء الله، هجر منها مواطنون ويعيشون في مدن أخرى، يريدون العودة ومن حقهم. كيف يهاجروا؟ لأن عندنا مبدأ في القانون، يعني لو يعني حتى لو أخطأ أحد أفراد العائلة، هناك مبدأ يقال له شخصية العقوبة تتعلق بالشخص نفسه، لا تتعلق. نحن هنا لما يخطئ شخص يهجر عائلته وأسرته وقبيلته والشارع متاعه بالكل يهجره. يعني هذا في يعني في حال أن أخطأ، ولكن من يثبت أنه أخطأ أو على صواب أو لم يخطئ، عبارة عن تهمة، هذا القضاء، نعطيها للقضاء. يعني مبدأين: أولا التعهد بعدم الاستيفاء الحق بالذات، يعني مش لما يجي واحد نقتل له هذا واللي قتل جارنا ولا يدار جارنا ولا ما ناخذش الحق، في المقابل يجب ان ياخذ هذا للقضاء ولاحكام القضاء، سواء بالاعدام او بالمؤبد او غيرها. يعني عندنا قوانين وعندنا اجراءات جنائيه وعندنا قوانين العقوبات منظمه لهذه المسائل، يعني لا نحتاج الى. لكن لو اصبح كل واحد يعني ياخذ حقه بيده، نبقى يعني احنا ماناش في دوله ما عندهاش اسس، ما عندهاش قانون. إذا أنتم تطالبون بالعودة إلى المصالحة الوطنية قبل الذهاب والخوض في مشروع الدستور ومسودة الدستور، لأن الذهاب إلى مشروع الدستور بدون المصالحة الوطنية سوف لن يجدي نفع كقاعدة أساسية خوذها. طيب، بدون المصالحة الوطنية الدستور سوف لن يرى النور، لن يمر. بين كل هذه المناكفات الآن، إذا حدث يعني ربما انسداد بين الأعلى للدولة ومجلس النواب حول القاعدة الدستورية وقرار مسودة الدستور الذهاب إلى الانتخابات، هل تعتقد بأن هناك قوى ستطالب بالانفصال؟ قوى ستطالب بالانفصال؟ والله هي الآن موجودة قوى مع الأسف، يعني تطالب بالانفصال، يعني موجودة الآن، يعني لأن يعني بصراحة زادت عن حدها الحكاية. يعني الناس تعبت، تعاني معاناة، هي سواء في الشرق ولا في الغرب، يعني سواء في برقة ولا في طرابلس ولا في الجنوب المنسي، فزان المنسية يا أخي. لذلك وجدين يطالبوا بالانفصال سواء في الجنوب ولا في برقة، يعني يرون أن الخيرات تأخذ من تحتهم وتوضع. هو أن احنا نعرف أن هي حتى في إقليم طرابلس ليس كلهم ينعمون بها، ولكن رجال السياسة مجرد مدينة بها المراكز السيادية. نعم، هم رجال السياسة فقط، ليست مدينة ولا غيرها، يعني مرات واحد من الزاوية، واحد من مصرات، واحد من غيرها، حتى مش من طرابلس بالكل، ينعمون بها شخصيات معينة، يعني ممكن أقل من 100 شخصية تنعم بثروات ليبيا. بالمقابل عندنا أنا بعض الشخصيات حتى وهي بعيدة عن المركزية، ولكن ما شاء الله الخيرات تجيها لعندها. حتى أنا عندنا شخصيات هنا ماشية زي ما يقولوا من تحت الطاولة، وماشية صار صلاحياتها ومميزاتها والرفاهية اللي عايشة فيها، يعني عايشة في عالم آخر. لذلك الناس سائمت من هذا الوضع، ملت. يعني واقعيا نحن منقسمين، وانت تقول لي لا نحن دولة واحدة، نحن تو منقسمين. لذلك من حقهم حتى هم اللي نبيه. إذا كان الجميع مضروبون بذات العصا كما تفضلت، لماذا لم يطالب يعني نظراؤكم من أو نظراء من يطالبون بالانفصال في المنطقة الغربية والجنوب بهذا الانفصال؟ والله نقول لك حاجة، الأصوات دائما تعلو من منطقة لا، هي مع الأسف يعني هناك من ينادي حتى في المنطقة الغربية. أنا مع النظام الاتحادي، لست مع الانفصال، لأن الانفصال
لو كان فيه خيرا لانتهجه آباؤنا وأجدادنا، ولسنا أكثر منهم حكمة. نعم. أنا مع النظام الاتحادي ومع السلطات المحلية الموسعة، موسعة تشريعية وتنفيذية، وليتنافس المتنافسون، ولكن لست مع الانفصال. ولكن لو قدر لماذا الله الأصوات تعلو من المنطقة الشرقية فقط؟ نعم. لماذا هذه الأصوات تعلو في المنطقة الشرقية؟ أكثر فقط؟ أكثر منظومية موجودة على برقة، على المواطن في برقة، هذا شيء طبيعي. صحيح هناك جزء كبير في الغرب وفي الجنوب منظومين، ولكن برقة وشعروا بشيء من الحرية للمطالبة، يعني هذا حق، حتى المطالبة بحق تقرير المصير حق من حقوق المواطن. إذا كان يعني أغلب سكان برقة يطالبون بذلك فهو حقهم الطبيعي، يعني ما فيهاش يعني لا اعتراض على ذلك، يعني من يعترض يعتبر يعني كأنه يعني تفكيره ما زال ديكتاتوري، ولكن هذه الحقوق جميع الحقوق يعني الذي يراه غيري حقا قد أراه أنا باطل، يعني ومن أراه أنا باطل قد يراه غيري حقا. هل سيشهد المشهد السياسي الآن في ليبيا وتحديدا في الاستداد حول القاعدة الدستورية انفراجة، أم أن ربما هناك انتفاضة شعبية ستحسم الأمر في القريب العاجل مع إطالة مدة هذا النزاع وهذا الصدام؟ والله في الانتفاضة الشعبية الشعب يعني خذ درس السابق وأصبح عنده إحباط، أنا نأمل أنه يخرج إلى الشوارع حتى من غير الانتفاضة، يعني حتى مجرد احتجاجات والمظاهرات ستأتي بنتيجة، لكن لأن المواطن صار له إحباط مش حيصل. لكن أنا يعني لو لجأ مجلس النواب، وأنا أعتقد يعني سيدرسها مجلس النواب في الجلسة القادمة كما علمت ذلك، لجنة فنية خارج، نعم لجنة فنية من خارج مجلس النواب للوصول إلى قاعدة دستورية حتى يخرجوا هم ونحن من هذا النفق المظلم صراحة، نصل إلى يعني إلى حلول توحد هذا الوطن وتراعي مصالحه على الأقل. يعني نحن أصبحنا الوطن بدأ بيعه، يعني 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 الاتفاقية البحرية هذه حاجة يعني كل من يأتي يتحدث عنها وهي تحتاج إلى متخصصون، أنا رغم أني متخصص في القانون وفي القانون الدولي ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن أعالي البحار، تحتاج إلى خبراء في البحار وفي المحيطات متخصصين في وفي الجيولوجيا وفي النفط وفي نعم. يعني مش تجيني في عشية وضحاها وتوقع الاتفاقية بهذا الحجم ربما تورط ليبيا، يعني يعني مع من؟ مع احترامي يعني دولة كتركيا لا تمتلك القدرات معروفة المتخصصة في مجال النفط والتنقيب في أعالي البحار، يعني أمريكا وكندا وروسيا فرنسا وإيطاليا كذا معروفة. يعني المستشار والخبير القانوني وخبير في العلاقات الدولية والتحكيم الدولي سيد محمود الجربوع، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكرك أيضا على قبول الدعوة وحضورك معنا في استديوهاتنا هنا من بنغازي. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقة الليلة، دائما في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، على أمل أن نلتقي مطلع الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.